كما أوضح الرئيس المصري أن موقف بلاده من تطورات غزة كان واضحا منذ البداية بأنه قائم على شعورها بالمسؤولية التاريخية، وشدد الرئيس المصري على مواصلة دعم مصر لدورها في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة. إن ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعا اقليميا خطيرا. يتشابك مع ظروف دوليه لم يشهدها العالم منذ عقود طويله. وقد كان موقفنا في التطورات الاخيره التي شهدتها المنطقه في قطاع غزه واضحا منذ البدايه وقائما على شعور عميق بالمسؤوليه التاريخيه والانسانيه لمصر في الوقوف دائما بجانب اشقائها من الشعب الفلسطيني. وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعه